بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقية تهنية لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعربت القيادة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لأمير قطر ولحكومته وشعبه الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد الملك بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.